البصرة الفيحاء ننقل لكم صور الحياة وكيف تعاون المواطن البصري مع الأجهزة الأمنية مع من حاول تشويه تلك الصورة الجميلة. ابقوا معنا. يقوم فوج الأول لواء المقاول قيادة عامة البصرة بالانتشار في مدينة البصرة في وخاصة في المراكز المناطق المهمة لتطمين المواطن البصري بأن لا توجد هناك الحمد لله مشاكل ولا توجد فشيء يخص أو يعرقل الأمن. القوات الأمنية الموجودة هنا موجودة بالجزائر، موجودة بكل مكان، وعلاقة طبيعية. يعني ما أشوف لا أكو بين القوات الأمنية ولا المتظاهر فد عداء، بالعكس يعني هم من القوات الأمنية، هم أخواننا، ابن عمي وأخوي وابن خالي وقرايبي ومنطقتي. هاي القوات الأمنية، قوات الأمنية مو ناس يعني جاية من غير بلد حتى أكو تشنجات بيناتنا تصير. لا الحمد لله والشكر القوات الأمنية يعني، وهي اساسا هي جايه لحمايه المتظاهر همه. الحمد لله والشكر، تشوف بعينك انت الاوضاع نعمه والحمد لله، والقوات الامنيه من حقك وناس من دزه وما تخلي تحرق دوائر الدوله، وهي كلها عايده للشعب مو للجيش ولا للدوله، كلها عايده للشعب وملاك الشعب هاي. فاكو ناس من دزه من حق الجيش يعني يصد هاي الامور. اي وتشوف الاوضاع الحمد لله نعمه والحمد لله، والوضع تمام كل شيء ماكو. احنا كقيادة عمليات قمنا بواجبنا اللي هو مفروض علينا ان نكون في حماية المواطنين وحماية البنى التحتية والمؤسسات العائدة الى الدولة والمؤسسات النفطية. هذه الاجراءات اللي قامت بها قيادة العمليات كانت اجراءات مهنية مبنية على حقوق الانسان، واغلب المظاهرات اللي احنا وقفنا بها كانوا المواطنين متعاطفين، وكانوا المواطنين يحترمون القوات الأمنية وخاصة الجيش والشرطة. من خلال شاشة إعلام وزارة الدفاع أطلب من كل الشعب العراقي أن لا ينجر وراء مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بعض المدونين الذين يحاولون زج صور وأفلام مفبركة. الحياة طبيعية، نحن الآن في محافظة البصرة، هذه حي الجزائر، الأسواق، المولات، المحلات، الحياة الطبيعية، الذهاب، الإياب، العودة، التسوق. أتمنى من أهلنا في محافظة البصرة أيضا أن لا ينجروا أيضا وراء مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول إثارة الفتنة ونقل أخبار غير دقيقة وغير صحيحة. من خلال لقائي مع المواطنين أشادوا بدور القوات الأمنية، تعاملهم الطيب مع المتظاهرين وحماية المتظاهرين، وفي نفس الوقت طالبونا بالحزم مع من يحاول أن يقوم بعمليات تخريب وتدمير للمؤسسات الحكومية والاقتصادية، وهي بالأخير ملك للشعب العراقي، ليست ملك لأحد. صدقني والله العظيم انا جيت منها كنت هناك واقف من شفت الوضعيه، سالت اخوان الضباط قلت لهم انا بدي ابين، يعني انا بما ان عراقي بصراوي كذا ما عندنا اللي جاي يطلع بالفيسبوك، ناس عندنا طلعت من شباب يجوز ما متعينه من حق غير، بس عندنا امن وامان وحكومه راسخه وثمينه وهاي. اما مساله المي وغيره هاي مساله كلها تعرف، يعني العالم كله دخل بكثر من الازمات، فاذا ما توقف انت واوقفان يعني نشوه سمعه البصره. لا البصرة أمان.
المواطنون عبروا عن ثقتهم بالإجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لحمايتهم وحماية المتظاهرين، وطالبوا باتخاذ الإجراءات الحازمة ضد كل من يعتدي على الأمن والمال العام الذي هو ملك للجميع. من البصرة الفيحاء لإعلام وزارة الدفاع، فائق العطواني.